انتقد النائب بمجلس الشيوخ الأمريكي لينسي جراهام القرار الخاص بوقف واشنطن بإرسال أسلحة إلى إسرائيل حال اجتياحها رفح الفلسطينية. في حوار مع محطة CNBC الأمريكية، قال أو طالب السيناتور الجمهوري الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل وإرسال القنابل لها، معتبرا أنها تواجه خطرا وجوديا. And the last thing you want to do is reward this behavior. إليك ما أريد قوله حول قتال عدو يريد أن يقتلك أنت وعائلتك. لماذا أسقطنا قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي؟ لكي ننهي حربا لم نكن لنحتمل خسارتها. من الواضح أنك لا تفهمين ما تواجهه إسرائيل. إنها تواجه إيران التي تلقت مساعدة بمليارات الدولارات. لذا عندما واجهنا الدمار كأمة بعد حادث بيرل هاربر ومحاربة الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بضرب هيروشيما وناجازاكي. لقد كان هذا هو القرار الصائب. اعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب التي لا تتحمل خسارتها، واعملوا معها لتقليل الخسائر.